معنا الآن رجل الأعمال والمستثمر المواطن الإمارات السيد عبد الله الجريبي، وهو صاحب ومدير عام أنجم الإلكترونيات في إمارة أبو ظبي. دعنا أعزائي المشاهدين نتعرف على ضيفكم ونعرف سبب تميزه. بالبداية سيد عبد الله الجريبي، أسعد الله أوقاتك. طيب حياك الله. الله. بالبداية أردنا نعرف السادة المشاهدين بحضرتك يعني وكسياسة البرنامج، إنه نرجع للوراء. أكيد هناك بدايات وهناك مراحل علمية وعملية في مسيرة عملك. نعرف السادة المشاهدين بحضرتك كيف كانت البداية والانطلاقة في حياتك العلمية والعملية. العلمية بديتها كإنسان في البداية. في البداية كنت مع أخواني، أبونا الله يحفظه طيار في الجيش، وكانت نظرته لنا دوم أن إحنا بنكون بعد عسكريين ضباط. بس أنا عن نفسي يعني شفت أن ميولي أكثر التكنولوجيا، وحبيت اني اطور المهاره هذه من كنت صغير. فحتى اذكر بداياتي مع التكنولوجيا، اول كمبيوتر صنعته في سنه 1995، وكان شيء غريب لان اغلبيه الناس في هذيك الايام ما كانوا يستخدمون اصلا كمبيوترات، وما كانوا يجمعون كمبيوترات خاصه عندنا هنا يعني في الامارات. فانا دخلت في المجال هذا من هذيك الايام، و دخلت الجامعة. قررت في البداية أني أدرس هندسة، شفت أن ميولي أكثر للتجارة والبزنس، فدرست استثمارات وفي جامعة أبوظبي الحمد لله. تخرجت من هناك، كنت أدرس في نفس الوقت، أشتغل في نفس الوقت في غرفة تجارة صناعة أبوظبي، فأشتغل الصبح وعلى الظهر والعصر أروح الجامعة وأكمل هناك، والحمد لله في 4 سنين تخرجت. وبعدها قلت بكمل في مجال دراستي في الاستثمارات، وداومت في مجلس التوازن الاقتصادي كمدير استثمارات الحمد لله. وفي نفس الوقت كنت مهتم ان اكون شركة تخص التكنولوجيا وتخص الكمبيوترات بشكل عام. فالحمد لله مع الوقت قررت ان افتح الشركه. الكلام هذا كان في 2015، وفتحته بصراحه نفسي في البيت. حتى كنت اشتغل، كان عندنا الميرس الخارجي، قلت بفتحها بسوي بجهز بالقطع بالمعدات. ومن هناك اكلم ربعي واصدقائي واشوف هل يبون يجمعون كمبيوترات، هل في عندهم اهتمام ان واحد محترف يجمع لهم كمبيوترات بدال ما هم يشترون كمبيوترات جاهزة من السوق أو يجمعون لنفسهم. يعني كبداية كانت هواية؟ كانت هواية بحتة يعني، كانت شيء أنا أعشقه وأنا أحبه، قلت بسويه بنفسي من دون ما أفكر في المردود الاستثماري، من دون ما أفكر يعني كتجارة. تحدث عن هذه الشركة أيضاً، تحدث عن هذه السمعة والشعبية العالية اللي اكتسبتها في إمارة أبو ظبي حقيقة. يعني من ضمن أصدقاء ومعديننا وجدنا أن هذه السمعة والشعبية العالية تتمدن فيها. يعني تحدث عن التأسيس، كيف أجتك الفكرة أنك تعمل هذه الشركة؟ تحدث عن الخدمات اللي بتخدموها أيضاً. أنزل الفكرة شوي هي قصة. أنا كل يمعة كنت أروح أتحلق عند حلاق في أبو ظبي، وأطلع من الحلاق وألف المحلات الكمبيوترات اللي جنبه. في يوم من الايام حصلت الحلاق اللي انا كنت اتحلق معاه انتقل راح يشتغل في محلات الكمبيوترات، فاستغربت يعني قلت له منير كيف حالك، يعني ما شاء الله تطورت الحين من حلاق صرت تبيع اجهزه كمبيوتر، بالعكس كفو عليك صراحه، عطني الحين شو الجديد اللي عندك، شو القطع الجديده وشي. ف طلع لي اللي موجود في المحل وبدا يشرح، واستغربت ان اغلبية العمال اللي في المحل ما كانت عندهم خبرة تقنية في القطع هذه، يعني كان يعاملها كتجارة، عرفت، يبيع القطع
وفي بعض المرات يعني حتى يقول لك معلومات خاطئة. ففكرت في نفسي ليش المفروض إن إذا الواحد بيبيع القطع هذه يكون عنده دراية أكثر بالسوق، دراية أكثر بالتكنولوجيا اللي فيها، عشان يعطيك بعد أنت كمستخدم يعطيك أفضل نصيحة وأفضل خدمة. فقلت أنا بسويها بنفسي، ليش لا؟ بندخل في المشروع هذا بتعرف، والهدف إنه مش بس إني أبيع، بس في نفس الوقت أفيد المستخدم، أعلمه طريقة بناء الكمبيوتر، تجميع الكمبيوتر. لأن في النهاية يعني هي مش مسألة إن تحط قطعة هذه مع قطعة هذه، مش لقوا، ويعني فيها شوي فن، فيها شوي حرفنة. فبديت المشروع نفسه قلت لك في ميرس البيت، كملنا تقريبا 6 شهور إلى ما قررت إني أوظف أول موظف معي. ومن هذاك اليوم كملنا سنة أنا وهو الموظف، نبني كمبيوترات، نبيع، نكلم المستخدمين، في نفس الوقت إن نبني الموقع، موقع إلكتروني مال الشركة. وفكرة الموقع كانت إن بدال ما أنت تروح المحل وتصمم الكمبيوتر، تقدر تدخل الموقع وتبني الكمبيوتر بطريقة سهلة. نعم. زين. الموقع أطلقناه أول مرة في 2016، وبعد ما أطلقناه قلنا إن شفنا استقبال كثير من الناس يدخلون ويبون يبنون كمبيوترات، وقلنا إن لازم نبدأ الحين نعامل الهواية هذه كشركة فعلية. خلاص استوى عندنا اللي يسمونه هو proof of concept، إن فعلا في سوق، في استقبال، خلاص لازم نحن بعد نحط الريسورس الصح في الشركة. أكيد هناك عندكم منافسة عالية وشريفة أيضا في مجال يعني كيف تجد نفسك في هذا المجال، مجال التكنولوجيا؟ والله هي حلوة، يعني أنا بقول لك فيها حبكة، يعني لأن المجال مالنا خاصة واللي شفناه أن في زمن كورونا، نعم، أغلبية القطاعات اللي في العالم كلها كانت متأثرة بطريقة شنيعة. صحيح. قطاعنا نحن لا، زاد، وكانت المشكلة أصلاً كيف نلبي الطلب، ما في يعني كان لازم نجمع انفنتوري أكثر، نشتري من برا لأن السبلاي هنا كان جداً محدود. نعم. بالنسبة لنا احنا مشكلتنا كانت ان البزنس طالع والبزنس يحتاج انه يكبر بطريقة سريعة، نحن كان لازم بعد نركض مع الموجة هذه. فالحمد لله يعني من الفترة هذه من 2000 ومن بداية الكورونا الى يومك، يعني نحن كبرنا بطريقة ما كنا نتوقع. يعني كانت خططنا نحن ان في خلال 3-4 سنين بنوصل للمستوى اللي نحن فيه اليوم، زي في خلال 2 سنين قطعنا نص المشوار الحمد لله، او في نص الوقت قطعنا المشوار، وباقي ان شاء الله بعد بنطور زياده. ونتحدث عن الشركه، الخدمات اللي بتتقدم من داخل هذه الشركه كخدمات. نحن نركز حاليا على تجميع الكمبيوترات، بس في نفس الوقت بدينا نشوف شو الاشياء الثانيه اللي احنا نقدر نقدمها. ففي عندك وايدين مستخدمين انتقلوا الحين الى بيوتهم، بدال ما يروحون الانترنت كافيز يطلعون الاماكن هذه، يبون مثلا في ميلس بيتهم، او في كثيرين يسوون خيمه متخصصه فيها كمبيوترات يلمون الاصحاب. فنحن بدينا حتى نصمم لهم الاماكن هذه، نصمم غرفهم، نصمم ميالسهم، فدخلنا شوي في التصميم الداخلي، شوي في الاثاث، كاماكن جيمنج. في وايد من الميالس عندنا هنا في الدوله، بدل ما انت تروح تطلع تعرف في الانترنت كافيز، وحينا بعد مع جاء كورونا مش مريحة. فالناس كثيرة بدأوا لا في بيوتهم يصمم له غرفة أو ميلس، زي مجلس في مجلس داخلي، ينزم ربعة، يكون ربعة جالسين في كمكان ترفيه. نعم. يعني وتحدث أكثر يعني عن الشركة، الشيء اللي ميزكم أيضا في هذه الشركة، واستفدت لك قبل اللقاء هناك تصاميم ايضا اختصيت في المملكه العربيه السعوديه ودوله الامارات العربيه المتحده ككيبورد كتصميم بالشكل. كيف اجت الفكره يا سيدي؟ فشفنا نحن يعني ونحن في السوق ما في براندات عربيه. ما في ابدا براندات عربيه، اغلبيتها
غربية وشرقية، بس في الشرق الأوسط ما عندنا نحن ماركة عربية تصنع اكسسوارات الكمبيوتر اللي هي نفس الكيبورد الماوس بطريقة محترفة. للأسف اللي موجود حاليا يا انه اللي يسمونه الوايت ليبلينج، اللي تروح انت في 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 مصنع من مصانع شرقية هناك وتاخذ لك اللي عندهم وتحط عليه البراند مالك وتقول ان هذا مثلا تصميم عربي ولا تصميمه، وفي النهاية يعني مش منتج كواليتي. فقلنا نحن لا، دام ان عندنا الخبرة وعندنا يعني الحماس هي ان نحن نصمم منتجات خاصة فينا، ليش ما نسويها شيء؟ فبدينا نصمم فعلا، فتحنا مكتب في هونغ كونغ، عيننا كذا مهندس يساعدنا في من ناحية تصميم الأجهزة وتصميم الإلكترونيات هذه، وإن شاء الله ناويين في سنة 2022 نطلق كم من منتج، منهم الأول كيبورد معرب سوفتوير عربي موجه إلى الشعب العربي وخصوصيا الشعب الخليجي. يعني اختصيتوا بالكيبوردات ولا بالأجهزة التالية الكمبيوترات كاملة؟ عندنا نحن مسوين رود ماب اللي نبدا فيه حبه حبه. نعم. قلنا اول شيء كيبورد والماوس، بعدين بنصمم بي سي كيس، ومن هناك ان شاء الله بعد نصمم اشياء ثانيه تخص كلها الكمبيوترات ان شاء الله. اتمنى لكم التوفيق ومزيد من التقدم والنجاح. سيد عبد الله، يعني تحدث عن الاشخاص المقبلين على هاي الشراء الاجهزه بالتحديد، يعني ونتحدث اولا عن نوعيات القطع اللي بتستوردوها من الخارج، يعني هي من اي دوله بالضبط بالتحديد؟ والله أغلبية القطع هذه تيك من كثير منها هي من تايوان. تايوان عنده قدرة إنتاج القطع هذه. من أمريكا في كثير منها. نتعامل طبعا مع الموزعين هني في البلاد، أغلبيتهم يوزعون الماركات الجيدة، والماركات اللي نستخدمها نحن نحاول ندوم نستخدم الماركات اللي معروفة في السوق، لأن الأعطال اللي تصير في الكمبيوتر هذه اعطال ممكن يعني تحرق لك السيستم كامل. فاذا باكر انت قلت بتشتري مثلا قطعه من خلينا نفرض من يعني ككواليتي مو بذاك الزود، ممكن تحرق لك باقي القطع وانت صارف الله اعلم كم، 6-7 آلاف يمكن، بعضهم يوصل ل 15,000 واكثر للسيستم. وهناك قطعه واحده تخزين بكون في الجهاز، بكون في شغلات مخزنه، في شغلات مهمه خاصه. نعم. نحن عندنا تخصصنا اللي يسمونه تبريد المائي، وان شاء الله بنراويكم يعني فكر فيها من ناحيه السيائر. السياره انت الحين يوم تشتريها من الوكاله في العاده الرادياتر هو اللي يبرد السياره. صحيح. الرادياتر طبيعي هذا، بس بكره اذا زودت السياره، هذا يا ربعنا طبعا اللي يحبون الحرفنه اختصاص، اذا زودت السياره وحطيت فيها قطع تخلي السياره اسرع وما غيرت التبريد بتشوف وايد مشاكل، لان السياره كل ما زادت سرعتها اضطريت انك انت تبرد بطريقه فعاله اكثر. نفس الفكره في اجهزه الكمبيوتر. صحيح. نعم. نحن بدينا من موضوع المراوح اللي هو يعتبر من ارخص و يعني مش افضل نوعيه تبريد. في عندنا تبريد سائل بالماء، نشوف ان هذا طبعا هو كشكليا افضل زين، وكتبريد بعد احسن بوايد. نعم. نتحدث سيد، هل من مشاكل او معوقات او ملاحظات تواجه هذا القطاع؟ اي طبعا هذا القطاع ما ياثر علينا احنا بس هني في الشركه او حتى في البلاد. نعم. حاليا في نقص حاد في الموارد البشريه، لا في الرو ماتيريال. الرو ماتيريال، فلان في طلب كثير، وعندك حاليا هبه البيتكوين والكريبتو كرنسي والمايننج، هذه كلها تاخذ من قطع اللي نحن نستخدمها في الجيمنج. فاسعار القطع كلها مرتفعه في العالم، ومش بس الاسعار حتى توفرها مش موجوده. ونحن وضعنا هني في الشرق الاوسط نعتبر كسوق اصغر بكثير من الاسواق اللي برا. فالشركات هذه لما تقرر وين توزع منتجاتها، للاسف نحن في الخليج هني ما عندنا توزيع او ما يحددون لنا كميه تكفي السوق. ف معظم الحالات اللي نواجهها ان
لازم نحاربهم عشان نجيب عندنا كمية منتجات عشان نقدر نجمع كمية ثروات ونبيعها. نعم. سيد عبد الله، نأخذ منك رسالة توعية للأشخاص المقبلين على شراء هذه الأجهزة. يعني وأكيد هناك المنافسة تفضل حكينا الشريفة في هذا المجال، ولكن كيف تنصحهم يتوجهوا لشراء هذه المعدات سيد؟ والله شراء كشراء الكمبيوترات هي مش معقدة بالصورة اللي الناس تتوقعها. كثيرين من الناس اللي شفناهم اتطوروا وكانوا يلعبون مثلا بلاي ستيشن اكس بوكس او الاجهزة الجاهزة هذه اللي بس تركب فيها سي دي او حتى تنزل فيها سوفت وير تلعبها، كانوا مش انه يخافون بس يقولون كمبيوتر تعرف شغلانة، ليش ما اخذ لي لابتوب مثلا او اخذ لي جهاز جاهز. فكثير منهم اول ما يوصلون عندنا ونشرح لهم البروسس، نشرح لهم طريقة زين، يشوفون ان الموضوع مش معقد، بالعكس هم يدخلون في المجال هذا يتعمقون فيه، يشوفون يستانسون عليه. فهي بحاجة الى توعية بسيطة مش كبيرة، وبحاجة الى يعني ناس تقدر تثق فيهم، لان كثير من المشاكل اللي انا شخصيا واجهتها قبل افتح المحل انك تروح محلات ويصممون لك الكمبيوتر على المواصفات اللي انت طلبتها، بس تتفاجأ بكرة ان تفتح الكمبيوتر وتشيك مش نفس القطع اللي انت طلبتها، تكون قطع ارخص او قطع تعرف مش اصلية. فالواحد لازم يكون بعد فيه شوي وعي ويقدر يدخل ويتشيك ويتأكد يعني من القطع هذا. سؤال وجواب كان البرنامج، ولكن بدنا نقول لك رسالة في نهاية هذا البرنامج لإنسان كان داعم لك في حياتك. والله الحمد لله نحن كشركة محلية ساعدونا كثير صندوق خليفة، ما قصروا معنا أبدا. نحن قدمنا معاهم في سنة 2017 ودعمونا مش بس ماديا، فعلا دعمونا ماديا ومعنويا من إلى أبعد الحدود. ساعدونا في كثير من مناقصات، مثلا في مناقصات نحن ندخل فيها الناطح شركات عالمية بس برسالة الدعم من صندوق خليفة، دعمهم هم دايركت معانا. شفنا ان قدرنا حتى نقبض على وايد من المناقصات هذه. سيد عبد الله انت ما شاء الله عليك يعني روح الشباب فيك، تقلق. ورسالتك كيف توجه للشباب يعني انه يبتعدوا عن الوظائف، يكونوا في هناك اماكن استثمارات خاصه فيهم كبزنس خاص، كيف توجه الرساله؟
شوف فكرة البزنس هي كثير من الناس تفكر انه مثلا تفتح مشاريع. صحيح. ومن اللي لاحظت انا في الشباب نوعين، النوع الاول يفكر سنين قبل لا يفتح المشروع، والنوع الثاني يدخل بيدينه وريوله ويستثمر كمية كبيرة بدون ما يدرس المشروع بشكل كافي. انا نصيحتي لأغلبية الشباب اقولهم في اشياء انت ممكن تسويها قبل لا تفتح البزنس بتأكد لك ان هل في سوق، هل في قابلية لنجاح البزنس، غير انك تسوي انت دراسات الجدوى والامور هذه. يسمونها proof of concept، مو بش لازم تستثمر انت كمية كبيرة. نفس اللي انا سويته في البداية، انا فتحت في الميلس ما كلفني شيء، ميلس بيتنا هذا، ما اضطريت اني استأجر مكان واسوي ميلس. فتحت الموقع، الموقع انا بنفسي سويته، واليوم في المعدات كلها موجودة انك انت تصمم لك موقع وتسويه. تأكدت ان في سوق وفي اقبال وفي المجال انا احبه، قلت خلاص دام ان الموضوع يعني انا متأكد منه على الاقل 80-85% ان ان شاء الله بيكون في قابلية للنجاح، بديت استثمر من هذه الساعة. وبعدين دورت على ناس يساعدوني، ناس ما قلت لك صندوق خليفة ما قصروا ابدا ووايد ساعدوني حتى من ناحية استشارية، قعدت معاهم ودربونا ودربوا الطاقم حتى اللي معانا. ف الواحد بعد ما يقدر يسوي كل شيء بيده، نعم. لازم يستفيد من غيره. نعم. والرؤية المستقبلية إن شاء الله بعد سنوات قادمة نشوفه، بعد 5 سنوات إن شاء الله. إن شاء الله. حين نحن ناويين نتوسع، شغلنا أغلبيته في 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 أبوظبي، بس الحمد لله نحن كنا نصدر يعني لوايد دول. استغربت إن حتى في ناس مثلاً في البرازيل كانوا يطلبون من عندنا. ما شاء الله. بس الحبكة كانت إن كيف نشحن لهم كمبيوتر بطريقة سليمة. وخاصة إذا كان مثلاً مزود تبريد المائي هذا، كيف نقدر نشحن لهم إياه بطريقة يعني سليمة عشان ما يتوهقون يعني أول ما يستلمونه. فأخواننا في السعودية طبعاً من أكبر المعجبين في المنتجات، فقلنا ثاني توسع إن شاء الله بيكون في السعودية لنا السنة الجاية، وفي نفس الوقت بيصادف بعد إطلاق المنتجات اللي نحن ياسين نصممها. كلها بتكون إن شاء الله بداية من 2022. أقدم الشكر والعفان إلى سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله ورعاهم، إلى كافة حكام وشيوخ دولة الإمارات. ولا ننسى بالذكر بعد القوات المسلحة وجنودنا البواسل، الأجهزة الأمنية، على نعمة الأمن والأمان في الدولة. تحكي لنا شوي أكثر أول شيء عن خبرتك أنت وعن تجربتك أيضا في هذا القطاع، قطاع التكنولوجيا بالتحديد. تحكي لنا شوي أكثر عنك. وأنا من يعني ابتديت فيه من كهواية من وأنا صغير يعني. نعم. والهواية طبعا كبرت وتحولت بعد كده لبروفيشنال أو كارير، بقى الكارير المحبب بالنسبة لي يعني. أها. ونتحدث شوي عن هذا المكان اللي إحنا فيه، وها يعني تحدث شوي عن الأجهزة وطبيعة عملكم أكثر، السيرفيس شو بتقدمه. تمام. ده المصنع بتاعنا أو يعني يعتبر الورك شوب بتاعتنا. نعم. زي ما انت شايف هنا الـ الأجهزة بتتركب، وده مثلا مثال، ده جهاز فيه تبريد مائي. بيبقى التبريد المائي ده كل القطع اللي بنجيبها دي، كل القطع دي بتتجاب من بره مخصوص عشان تعمل لوب او تعمل زي دايرة للتبريد المائي يعني. فطبعا بتبقى الدايره دي شامله حاجه زي مثلا المعالج، بتبقى شامله الكارت الشاشه، تبقى شامله الكيس نفسها والهواء اللي داخل للكيس او الصندوق الاساسي. طبعا بيشتغل اول على ان هو ياخد الانابيب نفسها، يبتدي يفصل كل انبوبه، يبتدي يقطع الانابيب، يبتدي يعمل البندنج او التنيات دي والكلام ده كله. وفي الاخر بتبقى اخر خطوه خالص ان هو يبتدي يضيف ميه او في سائل التبريد ده. هو ما بتبقاش ميه، هي بتبقى سائل تبريد مخصص للتبريد، زي مثلا سائل التبريد في العربيه يعني. نعم. يعني شو دور هو وظيفته ايضا التبريد راح يكون يعني؟
بالظبط. هي طبعا هي العامل الاساسي للتبريد يعني. طبعا عشان هي دايره السائل دي كلها بتعدي طبعا على الرادياتير، بتعدي على الرادياتير تاني، ونفس فكره رادياتير العربيه بالظبط يعني. لو جيت مثلا ممكن تبص هنا من فوق هتلاقيه نفس رادياتير العربيه كده، نفس فكره الرادياتير، ولكن بيبقى رادياتير للكمبيوتر يعني. طبعا احنا بنشتغل مع كذا شركه بنجيب منها القطع. طبعا كل قطعه بتبقى ليها مهمه اساسيه مختلفه عن التانية، وفي شركات بتعمل كل القطع، ولكن بنحاول ان احنا نجيب القطعه المناسبه من الشركه المناسبه. يعني مثلا في شركات زي مثلا اي في جي اي، اي في جي اي مثلا مميزه جدا في كروت الشاشه وفي الباور سبلاي، ده باور سبلاي او مزود الطاقه يعني. في شركة اسوس مثلا بتعمل اللي عندها خط انتاج اسمه ار او جي او ريبابليك اوف جيمرز، ده بيبقى قوي جدا لكروت الشاشه، فبنحاول ان احنا الكروت الشاشه معظمها تبقى من اسوس وتبقى من خط الانتاج الار او جي مثلا. عندنا في شركه ديب كول بتعمل مبردات مغلقه، غير طبعا التبريد المفتوح، بيبقى تبريد ارخص شويه وبيبقى تبريد مائي برضو بس بيبقى ارخص شويه يعني. فبنحاول احنا نجيب الماركه المتميزه لكل قطاع. شعبها هو سرها واجمل تلاحم بحرها مع برها، وشيوخها اللي للسحاب تجرها، في حبها من حقها نرزف نرزف.